في تمويل اجنبي بيجي من مؤسسات دوليه لابد الحكومه يكون لها راي فيه. في تمويل بيجي من مؤسسات امميه او مؤسسات اقليميه زي الاتحاد الافريقي زي الاتحاد الاوروبي الى اخره. في تمويل بيجي من السفارات، بس اهم تمويل هو التمويل السوداني من ارض السودان. وده لابد ان نشجع كل المواطنين. الامر هنا بقى عايزين نقول لينا احنا كمواطنين ان التمويل التقليدي مهم، بس في اشياء اخرى. يعني احنا بنقول اكل شرب نايما، اكل شرب نايم لبس كويس، لكن في حاجات ثانيه. الفكر لابد نعمل ابحاث. لن تستطيع تخش على الحكومه السودانيه بتقول لك كلمتين حلوين كده، يقول لك طب فين الورقه البحثيه؟ الورقه البحثيه دي لازم تصرف عليها. المتبرع العربي وللاسف لا يؤمن بالبحث، لا يؤمن ببناء القدرات، لا يؤمن بالعمل الفكري. يقول لك لا، نشتري كيس طحين، نشتري كيس فول، نشتري كيس ذره، كيس سمسم، ونقعد نسقف، ابني لي خلوه، ايوه ابني، لكن اديني جزء من هذا العمل لبناء الانسان، وبناء الانسان بيكون هو المستمر. لان انا باكل الاكله بروح في المعده، نعم، زي ما قلت لك تاكل مفتفت وكسر الحاجات دي وتروح فين بعدها؟ فلذلك احنا عايزينك في البرنامج بتاعك عشان نخدم، نعم، البرنامج بتاعك يركز على اللي هو العمل الغير تقليدي. العمل الغير تقليدي بناء قدرات الافراد اللي هم هيبنوا السودان ويصنعوا حضاره جديده للسودان ان شاء الله في السنوات ان شاء الله. سعدنا بك كثير دكتور هاني البنا، رئيس ومؤسس المنتدى الاسلامي الانساني. الانساني عندي اثنين اصلا. نعم، عندي اثنين، اسلامي وانساني. ما شاء الله، جميل، ممكن تغير. انا اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في هذا المشروع الانساني الكبير ان شاء الله. شكرا جزيلا. اذا نتواصل معكم.